مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من مساحه للراي. بعد 7 أشهر على الحرب في غزه، تتزايد الادانات الدوليه للحمله العسكريه الشرسه والغير ادميه على القطاع التي قتلت حتى الان ما يزيد على 34,943 فلسطينيا، بالاضافه الى ما يزيد عن 80,000 من المصابين بدون الرجوع إلى من لا يزالون تحت الركام من قتلى وجثث، ولا نعرف حتى الآن كم سيكون العدد النهائي لهذه المجزرة الحديثة التي لم يسبق لها مثيل. إسرائيل تواجه تسونامي دبلوماسي منذ فترة طويلة على جبهات عدة بسبب الارتفاع غير المسبوق في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه أقصى انتقاد لحكومة بنيامين نتنياهو وصفها بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وذلك بعد أشهر من الدعم غير المحدود من الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة. وحذر بايدن حذر من أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب القصف العشوائي على غزة، ومع إصرار حكومة نتنياهو على المضي قدما في هجوم على مدينة رفح الفلسطينية التي يتحدث الكثيرون عن أنها ستكون مجزرة وستكون إبادة جماعية بشكل لم يكن مسبوق. الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتعرض لعزلة يوما بعد يوم بسبب حربه على غزة وتصاعد أيضا عنف المستوطنين في الضفة الغربية ضد سكان الضفة. تحركات دولية لتسبب إدانة جديدة وضغوط جديدة بعد محكمة العدل الدولية، المحاكم الدولية، ضغوط أوروبية من أجل فرض حظر تجاري على منتجات المستوطنات الإسرائيلية والاعتراف أيضا بدولة فلسطينية. حوارنا هذا اليوم في مساحة جديدة للرأي سيكون مع الدكتور أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. اسمح لنا نخرج لتقريرنا الأول ثم نبدأ هذا الحوار، تفضل. ما بين العزلة الدولية ووقف تصدير الأسلحة ينكشف الوجه الحقيقي لإسرائيل يوما بعد يوم، فمجازرها في قطاع غزة كانت القشة التي كشفت هذا الوجه الدموي الذي يتعمد قتل الأطفال والنساء والشيوخ وموظفي الإغاثة سواء في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا أو موظفي المطبخ العالمي بلا هوادة وبلا رحمة في مأساة ستظل تطارد الاحتلال الإسرائيلي أبد الدهر. ومع إصرار نتنياهو على المضي قدما في اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، بدأت الخلافات الأمريكية الإسرائيلية تطفو على السطح، ولعل آخر مظاهر هذه الخلافات هي تأكيد الرئيس جو بايدن أن إسرائيل لن تحصل على دعم أمريكي إذا دخلت المناطق السكنية بمدينة رفح الفلسطينية. تصريحات بايدن أحدثت ضجة كبيرة في الداخل الإسرائيلي، حيث وصفتها وسائل الإعلام بأنها زلزال قوي للعلاقات بين البلدين، خاصة مع تهديده بأنه لن يتم تسليم إسرائيل بعض أنواع الأسلحة ولا سيما القنابل وقذائف المدفعية. معظم التدابير المضادة التي اتخذها المجتمع الدولي تجاه حرب غزة لم تكن أكثر من مجرد مشاعر سيئة وغاضبة، حيث تواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني في القطاع. يوما بعد الآخر تظهر الخلافات الأمريكية الإسرائيلية إلى العلن في ظل وجود حكومة متطرفة
تصر على خرق كافة القوانين والأعراف الدولية وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. أهلا بحضراتكم، كان هذا تقريرا حول ما سنتحدث عنه اليوم في هذه المساحة الجديدة للرأي. اسمحوا لي أرحب بضيف الاستوديو الدكتور أيمن السيسي نائب رئيس تحرير أهران. دكتور أيمن تحياتي وأهلا بك. أهلا فهم. نبدأ من آخر المستجدات في لقاء ليلة أمس مع نتنياهو، تحدث فيه إلى الإعلام، يتحدث عن نفي حماس وقادة حماس إعادة حكم القطاع للفلسطينيين، ولكن بعيدا عن حماس. والمثير للرأي أو المثير للجدل في هذا الموضوع بعد تهديدات بايدن لنتنياهو أنه يتحدث عن أنهم يمكنهم الاعتماد على نفسهم وأنهم سيعتمدون على نفسهم. دعنا نبدأ من هذه النقطة، كيف ترى التصريحات الأخيرة لنتنياهو؟ يعني هو طبعا فكرة إعادة الحكم للفلسطينيين ويقصد به جماعة الضفة الغربية والرئاسة الفلسطينية ومنظمة التحرير، يعني هو ده كلام حق يراد به باطل. يعني هو ده طبعا هو الغزيين نفسهم كانوا بيضجوا من حماس وكذا، لكن ده مش وقته، هذا مش وقته الآن يعني. لكن فكرة انه يعتمدوا على انفسهم ده صعب يعني، بعيدا عن الولايات المتحدة تحديدا، لانه في دول كتيرة بدأت تعارض دلوقتي. يعني في دول احنا شفنا المظاهرات العامة في العالم، التحركات او اعلان مسؤولي بعض الدول زي فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا، معارضتهم لما يحدث او ملاحظاتهم على ما يحدث ما بين المعارضة والملاحظة، كل ده بيأكد ان هم الوضع لم يعد في صالح نتنياهو ولا في صالح اسرائيل، خصوصا ان احنا المتغير في الموقف الامريكي هو الحقيقه متغير شديد، يعني متغير كان لا ما كانش منتظر، يعني متغير في الراي الامريكي ما كانش منتظر. لكن في الراي الامريكي ام في القياده الامريكيه؟ وهنا يجب ان نفصل. لا، هو باعتبار ان بايدن الى الان يمثل الدوله الامريكيه، يمثل اجهزه الحكم ويمثل اجهزه الامن الامريكيه، لانه هم عندهم حساباتهم، وان كان هم يعني في مجملهم ذريه بعضها من بعض، لكن في الخصوص هو امريكا عندها حساباتها، خصوصا ان هي سمعتها بدات تنهار في العالم. وفي الداخل في الداخل الامريكي بدات تنهار القواعد الحاكمه للاداره الامريكيه، وبدا يبقى فيها كلام سواء عن انفصال تكساس وفلوريدا، وفي يعني ولايات بدات تتكلم على وتجمع توقيعات للانفصال، الاقتصاد، ازمه الاقتصاد، فكره المعارضه الشعبية سواء في أوروبا لأمريكا بسبب حرب أوكرانيا، أو المعارضة الشعبية الأمريكية من الشعب الأمريكي ضد إدارة بايدن في حرب أمريكا، كل دي ضغوط. ثم ما تحصل من المعارضات الشعبية العالمية في العالم كله ضد أمريكا وضد إسرائيل، كل دي ضغوط على الموقف الرسمي الأمريكي سواء في الدولة الحاكمة او اساسيات الغاطس اللي بيحكم هذه الدولة، او في الظاهر اللي هو وزارة الخارجية والرئيس الامريكي. نشوف المتغير اللي حاصل ده، انه الاعلام اللي بيسيطر عليه رأسمالية اليهود في العالم بتسيطر عليه امريكا، هذا الاعلام الرسمي الدولي والاعلام المساند له في سواء في نفس الدول او في دول اخرى، هذا الاعلام اصبح لا يعبر عن حقيقة الامر في وانكشفته ازمة اوكرانيا والحرب الابادة اللي على اشقائنا في غزة. وقام الاعلام البديل، او بقى في اعلام بديل، وسائل التواصل الحديثة والتطبيقات اللي على الانترنت قامت بدور شديد الاهمية لصالح القضايا الانسانية ومنها قضية غزة، لدرجة انه
الكونجرس الامريكي صوت من اسبوعين ضد تطبيق تيك توك اللي هو التطبيق الصيني وكان بيتكلم على يعني صوت ضد لصالح حظره او شراه او انه يشتريه لانه اصبح بيقوم بدور لصالح القضية الفلسطينية مهم جدا. احنا شفنا كل الضغوط الشعبية اللي في العالم الجامعات تقريبا في العالم كله اخر حاجه كان على مبنى الـ في الدنمارك مبنى البرلمان العالمي الفلسطيني في المغني امريكي شهير بدا في احدى الحفلات ياخد الكوفيه الفلسطينيه. يعني بقى في تعاطف مع القضيه الفلسطينيه في العالم كله سببه الاعلام الموازي او الاعلام الشعبي او الاعلام الشبابي اللي تحقق عبر التطبيقات الحديثه. ده فهم المجتمعات وفهم الشعوب الأزمة اللي هم عايشين فيها وحالة الغميان اللي هم عايشينهم فيها كإدارات دول وبداية من أزمة أوكرانيا يعني تصاعد الأسعار وارتفاع الأسعار ومضاعفاتها بسبب سياسات أمريكا في أوروبا وده خلى الشعوب يعني حتى الأمريكان نفسهم إن هم بيدفعوا ضرائب لصالح أسلحة بتروح في حرب لا طائل منها وبتزيد الأزمات في أوروبا وبتروح في حرب في غزة لإبادة شعوب أو شعب يعني مدنيين وعزل ولا حول لهم ولا قوة أمام ترسانة عسكرية إسرائيلية مجهزة. طبعا يعني كان في مخازن الامريكان لهم مخازن اسلحه في اسرائيل ولهم مخازن اسلحه في غير الامداد اليومي اللي هم كانوا بيمدوا الامداد اليومي. واعتقد انه السفينه او الرصيف اللي عاملينه بحجه المساعدات اعتقد هو للاستخدام الحربي او لتهجير الفلسطينيين او للاثنين. طيب خليني هنا نتكلم على وجهة النظر الإسرائيلية التي لم تتغير حتى الآن. يعني في البداية كان في تعاطف مع إسرائيل بداية من أوروبا والولايات المتحدة والآن عزلة إسرائيلية. نتحدث عن جرائم حرب، إبادة جماعية، محكمة العدل الدولية الجنائية الدولية، عزلة إسرائيلية. بعض قادة الدول في أمريكا اللاتينية وغيرها غير الاعتراف بإسرائيل بدأوا يوجهوا انتقادات لنتنياهو بشكل شخصي بأنه فعلا يقوم بإبادة جماعية. ومع ذلك الغطرسة النتنياهية والإسرائيلية ما زالت في رؤية أنه حتى ممكن يستغنى عن أمريكا مع هذا الاعتراف. والمستقبل هو ليس له مستقبل سياسي وإحنا عارفين كده، ولكنه بيغامر بآخر ورقة في يديه في تهديده كل يوم بغزو رفح او بالدخول البري في رفح. كيف ترى رؤية ويعني بماذا ينظر نتنياهو؟ انا في تقديري انه هذا الامر هو الغطرسة بتاعته واستمراره، هو ليس غطرسة شخصية وليس نفس شخصي لاستمرار بالرأي الشخصي، لان هو في دولة في اجهزة امن بتحكم في مخططات عندهم في مسؤوليات. انا في تقديري انه طبعا هو لو انهى الحرب وده مش هيحصل يعني لو انهى الحرب هو مسألتك قلت انه مستقبله السياسي بينتهي في ازمه اخطر من كده ان الاسرائيليين نفسهم عندهم ازمه في 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 حاجات كتير. هو عنده مشكله منذ اكثر من عامين، ازمه القضاء مع الكنيسة ومعاه هو شخصيا، في ازمه من هو اليهودي الحقيقي. يعني هو عندهم ازمه داخل المجتمع الاسرائيلي، من هو اليهودي والتعليم الديني والتعليم غير الديني والحردين الشباب اللي مش عايزين اللي عملوا مظاهرات لسه من يومين المتشددين اليهود المتشددين. ففي ازمه داخل المجتمع الاسرائيلي فضلا عن ازمه ذوي الاسرى والمخطوفين قبل حماس او من قبل حماس. اذا انهى الحرب فهو مستقبله السياسي سيحاكم داخل، هو هيبقى مطالب او مطلوب في الداخل وفي الخارج ايضا في الجنائيه الدوليه. الامر الاخر ان المكونات الاسرائيليه ستشتعل حربا مع بعضها،
وبالتالي استمرار الحرب هو مؤسسي، فكر مؤسسي. وأنا تقديري الشخصي أنه هذه الحرب ستستمر، لأن عندهم خطة مرتبطة بخطة أشمل، يعني أنه فكرة تقسيم المنطقة وإضعاف وتفتيت المنطقة وتقسيمها. ده يمكن لو رجعنا ورا شوية نلاقي انه في 30 يونيو 2013 لما قام الشعب المصري بالثورة وسندوا الجيش في الثورة على الإخوان، كان لوقف او محاولة لوقف تقسيم المنطقة، لان لو كان خريطة الشرق الاوسط الجديدة بالظبط لو كان الامور مشت كما هو مقدر كان زمان المنطقة انتهت وتم تفتيت المنطقة. فما حدث من 10 سنين او من اكثر من 11 سنة ده اللي وقف هذا المخطط. هو اعاد مخططات تانية، جزء من الحرب الحالية على غزة، حرب الابادة على غزة، جزء منها هو توسيع دائرة الاشتعال. وشوف احنا لما نشوف الامر بشكل اوسع كمان انه الازمات اللي حصلت في المنطقة، مصر المقصود منها رقم واحد. واحد لانه مصر اللي وقفت تقسيم المنطقه، فبالتالي هو عمل لنا اشتعال للاطراف او حرق للاطراف، لاطراف مصر، شتت الجهد الاستراتيجي المصري، شتت الامن المصري على الحدود الغربيه لحمايه يعني حدود مصر الغرب. ازمه ليبيا تستمر بدون داعي ولا منطق في استمرار ازمه ليبيا ووجود جماعات ارهابيه وجماعات معاديه. السودان الحرب اللي خلقوها في السودان والمؤامره اللي خلقت في السودان واشتعال الحرب وتكديس، يعني فضلا عن اشتعال الحدود، تكديس مصر باكثر من 20 مليون لاجئ، دول ازمه في حد ذاتها. فبالتالي هو ضغط اقتصادي وضغط سياسي بشكل كبير، وتشتيت جهد عسكري وتشتيت جهد اقتصادي واضعاف الاقتصاد، ثم البومب اللي ضربوا الحوثيين في ولم يصب منه اي اسرائيلي ولم ياتي بجديد ولم ياتي بهدف ولا حقق حاجه، وده ادى الى خلق مبرر للامريكان واليهود والقوى الكبرى انها تعمل حصار وازمه في البحر الاحمر فتتاثر قناه السويس. كل ده حصار لمصر. فبالتالي في تقديري انه الحرب لن تنتهي. نتنياهو ضمن مخطط الامريكي والاسرائيلي ماشيين في سبيل الحرب، لكن التغير الحادث في الموقف الامريكي هو نوع من المراجعه ونوع من تبرير المواقف تحت الضغط، سواء تبرير التكلفه من الناس وتبرير التكلفه. فضلا عن انه بمناسبه ان حضرتك ذكرت التكلفه دي مهمه جدا، ان اسرائيل لما يموت لها اكتر من 5000 جندي في الارقام الحقيقيه، يعني من الداخل الاسرائيلي ان يموت لها 5000 جندي مما فيهم مرتزقه من اللي جم ساعدوهم من المانيا ومن امريكا وغيرها، ويتحملوا تكلفه تباطؤ الاقتصاد نتيجه التعبئه العامه، وعندهم اكتر من مليار دولار كل 3 ايام ونص يوم انفاقات، فبالتالي اسرائيل مش هتعمل كل التكلفه ديت وتدفع كل الكلفه ديت عشان في الاخر ترجع الامور قبل زي ما كان قبل 7 اكتوبر. نعم. طيب خلينا نطلع نشوف تقريرنا عن الصحف والمقالات تحدثت عن يعني اخر الاوضاع ازاي. تفضل. في الأهرام رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات تقول هناك دول أوروبية تنوي الاعتراف بدولة فلسطين في 21 من مايو المقبل، وكذلك دول أخرى من أمريكا اللاتينية، ما يمثل عزلة دبلوماسية لدولة الاحتلال الإسرائيلي. والقرار الحالي يعطي فلسطين الحق في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية واتهام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بجرائم حرب، ناهيك عن أن قرار الأمم المتحدة يفتح الباب أمام دعوات وقف الاستيطان داخل الدولة الفلسطينية خاصة بالضفة الغربية. في مقال بصحيفة نيويورك تايمز يقول مارك لا
شاندلر إن عزلة إسرائيل بدأت تتزايد على نحو ملحوظ في الوقت الحالي على المستوى الدولي جراء ارتفاع أعداد القتلى في غزة بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. كما أشار لاندلر إلى أن تفاقم الأزمة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة أثار العديد من ردود الأفعال الغاضبة على مستوى العالم، حيث أدانت العديد من الدول الممارسات الإسرائيلية في القطاع، ومنها الولايات المتحدة الحليف الأكثر تأييدا لإسرائيل ما بين دول العالم. في حين قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن إسرائيل تواجه تسونامي دبلوماسي منذ فترة طويلة على جبهات متعددة بسبب تعاملها مع الحرب في غزة والارتفاع غير المسبوق في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأخيرا ركزت صحيفة ليمون على تحركات القوات الإسرائيلية في رفح جنوبية قطاع غزة والمناطق المحيطة بها، ولفتت إلى أن من نتائج الوضع الجديد توقف المساعدات من معبر رفح ما يهدد سير عمليات الإغاثة وإدارة الموارد المتوفرة. تابعنا مشاهدينا الكرام أهم المنشطات في بعض الصحف المصرية والعربية والعالمية حول موضوع حلقة اليوم. أعود للدكتور أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام، تعليقك على هذه مجموعة من المقالات. يعني هو دي بتعبر عن الحالة بشكل واضح في هذه الفترة، وإن لم تكن جديدة، لأنه تقريبا احنا من 200 يوم بنقول نفس الكلام، زي ما احنا من 70 سنة بنتكلم على نفس حتى بنفس المفردات. طب مش الملفت للنظر ان احنا ما نلاقي الليموند ونلاقي الجارديان ونلاقي الجرائد الاجنبية او العالمية وهي بتتحدث، وهي احنا عارفين ان طبعا ما يقف وراءها هي الصهيونية، بتتحدث عن هجمات المستوطنين وبتتحدث عن دبلوماسية، مأزق دبلوماسي لإسرائيل، وتتحدث انتقادات على فكرة الهجوم على رفح. ما هو نقدر نقول احنا قدرنا نغير حاجة؟ يعني هو احنا ما قدرناش نغير حاجة بقدر ما هم استجابة للضغوط الشعبية نتيجة الإعلام البديل بدأوا يفقدوا مصداقيتهم، فبدأوا يحاولوا ان هم يصلحوا، يعني يفقدوا المصداقية زي ما حضرتك بتقول، خلتهم يبدأوا يعني ذر الرماد في العيون. لكن في النهاية هو نفس المخطط. هو الآن أنا في تقديري أنه الآن وفي ظني أنه على العرب الآن، يمكن مصر لما أعلنت على انضمامها لجنوب أفريقيا في الجنائية الدولية، ده موقف مهم جدا، ومصر يعني بتخطو خطوات دقيقة في أوقات محددة بيكون لها تأثير. أعتقد أن هذا الخبر ده يعني ضاغط على أمريكا وضاغط طبعا على إسرائيل بشكل كبير جدا. العرب هنا بقى، أنا أتمنى أن العرب والدول العربية والإسلامية أنها تتضامن مع مصر وتحذو حذو مصر وتدعم مصر، يعني سواء في المحافل الدولية في هذا الإطار، فضلا عن دعم مصر الاقتصادي والعسكري في هذه الفترة، لأن دي فترة مهمة جدا. صحيح. أنا شايف أنه بقاء مصر وقوة مصر وقوة الجيش المصري هو حماية ليس لمصر فقط ولكن للمنطقة العربية والمنطقة الإسلامية. طيب اسمح لي معي عبر الهاتف الآن الأستاذ هاني الجمل الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية. أستاذ هاني تحياتي وأهلا بك. تحياتي لحضرتك يا أستاذ حسام وضيفك الكريم والسادة المتابعين. يعني كنا بنتحدث عن الأزمة والمأزق التي تعيشه إسرائيل الآن وليس نتنياهو فقط، على الصعيد الدولي، ومع ذلك أيضا تتزايد ضغوط المستوطنين في اعتداءاتهم على غزة. كيف تتابع الحرب بعد 20 يوم بعد 200 حتى الآن، وهل تغير المجتمع الدولي في رؤيته للقضية بشكل فعال أم ننتظر فعالية أكثر؟ يمكن بعد 7 أشهر حتى الآن على العمليات العسكرية الإسرائيلية في داخل فلسطين والتي قامت بالتهجير القسري للفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها، ما يسمى دفع أكثر من 1.5 مليون في رفح إلى حالة من لا إنسانية الكبيرة، بل إنها تستهدفهم في عمليات عسكرية ممنهجة تؤكد على اختراقها للمواثيق الدولية. الوضع اختلف بشكل كبير، فأصبحت الأزمة في الداخل الإسرائيلي والخارج أيضا على الدولة اليهودية اليمنية المتطرفة. يمكن المجتمع الدولي استبق قرار المحكمة الجنائية الدولية
بنوع من انواع العزله الممنهجه الشعبيه التي قامت في هذا الاطار. ويمكن اذا كان هناك تصريحات من بايدن بتعليق بعض الصفقات السلاح الى اسرائيل، ولكن الاتحاد الاوروبي سبق هذه الخطوه بتعليق نوعيه محدده من الاسلحه التي كانت تورد للمستوطنين الاسرائيليين بعد ثبوت استخدام هذه الاسلحه ضد المدنيين من الفلسطينيين. أشار إلى هذا أيضا الاحتجاجات التي ظهرت والتي أكدت تعبيق العديد من الاتفاقيات التي كانت تبرمها هذه الجماعات الطلابية مع الكيانات الصهيونية سواء كان بشكل حكومي أو بشكل مدني. هذه الأصوات التي تعالت في المجتمع الدولي أثرت بشكل كبير على أمن واستقرار الدولة اليهودية، ومن ثم خرجت العديد من التظاهرات التي تتهم الحكومة اليمينية المتطرفة بعدم وجود أمن واستقرار للدولة اليهودية. نعم. سواء من خلال أن يكون هناك زحف للمستوطنين وتسليحهم بشكل كبير، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي أن يضع قائمة حمراء لهؤلاء الذين رفعوا هذا السلاح، بل أيضا بعض الفصائل اليهودية التي تم تجنيبها من الحربيين في الجيش الإسرائيلي، ومن ثم وضعهم على قوائم من الإدارة الدولية يؤكد أنهم انتهكوا القانون الدولي الإنساني، ومن ثم أصبحت عقوبة ونوع من أنواع العزلة ضد الإسرائيليين. يأتي هذا أيضا في التحركات الدولية. يمكن أشار دافك الكريم لفكرة الإعلام النوادي. بالفعل استطاعت الصهيونية الدولية أن تستخدم نظام الكيبل في إخضاع هذه الشعوب إلى هندسة مجتمعية ممنهجة تقضي لصناعة وعي المجتمع بما يتوافق مع ما تريد هذه الكيانات الصهيونية. ولكن الإعلام البديل بوسائل التواصل الاجتماعي أكد كذب الرواية الإسرائيلية بالمظلومية التي صدرتها للعالم كله، ومن ثم كشفت هذه الأكاذيب واستطاعت أن تضغط على الحكومات سواء كانت الحكومة الأمريكية بشكل مباشر أو الحكومات الأوروبية، والتي تعاني ضغطا شديدا ليس فقط بأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية كمان شهرين في شهر نوفمبر ستجرى، ولكن أيضا الانتخابات العامة في أوروبا والتي سوف تقام في 2025 تقصد أن هناك وعي جديد سوف يغير من ديموغرافية هذه السياسة، وأن هناك انحسار كبير بين تيار اليمين المتطرف وصعود اليسار ويسار الوسط. معنى ذلك أن هذه التحركات الطلابية رمت حجرا في الماء الراكد في الفكر الراديكالي اليميني المتطرف الذي صعد بحافة لهوية ليس فقط في إسرائيل ولكن أيضا في الداخل الأمريكي وأوروبا، والتي أعتقد أنها تحترم حقوق الإنسان حبرا على ورق، ولكن في التنفيذ الفعلي قمعت هذه الحريات. ودخول الشرطة إلى هذا الحرم الجامعي يؤكد على أن ما تم تعليمه لنا من حقوق الإنسان التي صدرت إلينا من المجتمعات الغربية ما هي إلا لتحقيق مصالح شخصية فقط ومحاولة. أكيد زي ما قلت حضرتك هي بالفعل وقت تنفيذها بتكون حبر على ورق، وذلك ما نشهده حاليا على الأرض وما يحدث في فلسطين وتحديدا في غزة. شكرا جزيلا الأستاذ هاني الجمل الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا. وأعود للدكتور أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام. في عجالة، كيف ترى الأيام القادمة وخاصة دخول مصر مع جنوب إفريقيا في قصة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وإن كان يرى بعض الإسرائيليين المتطرفين أن مصر طعنتهم؟ يعني طبعا هو يعني هم كانوا يمكن كانوا مستبعدين هذا الأمر على اعتبار أنه مصر تعمل دائما على تهدئة الأمور، وهي المفاوض الرئيسي في العالم، وأنها يعني علاقات مصر مع الكيان الصهيوني إلى حد ما بيبطأ عمليات يعني من العنف، لكن استمرار العنف بهذا الشكل أعتقد هو اللي دفع مصر لهذا التصرف. وبالتالي أنا أتمنى أنه الدول العربية يكون لها موقف مساند لمصر أو ينضموا مع مصر في هذه في هذا المطلب أو في هذا الانضمام، ولأن ده هيؤدي إلى زيادة وفي دول كتيرة ممكن تبقى يعني تحزو حظ مصر، وده هيؤدي الى يعني تصاعد العزلة على اسرائيل وكشف اكبر لحجم الغطرسة الاسرائيلية وحجم الابادة، وخصوصا مع استمرار نتنياهو في
قرار الحرب، لان هو لم يعد عندهم مخرج. الاسرائيليين لم يعد عندهم مخرج، اما انه الحرب تنتهي، ف ده نهاية الحرب حتى برغم الإبادة وبرغم الشهداء الفلسطينيين، إلا أنه هيبقى فيه خسارة كبيرة جدا سواء للعسكرية الإسرائيلية والعسكرية الأمريكية والسياسة الإسرائيلية والأمريكية بشكل عام. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور أيمن السيسي نائب رئيس تحرير أهرام، شرفتنا النهارده وشكرا لك. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، الشكر الموصول لحضراتكم. مساحة جديدة للرأي أنهيناها اليوم مع ضيف العزيز، نشكركم دائما على حسن المتابعة. في النهاية بنقل لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحيات حسام الدين عاطف. إلى اللقاء.